تتبنى هذه اللجان في ضوء الاتجاهات السياسية الحفاظ على أسرار الفساد في جهات معينة والحديث في الفساد بطريقة ما تضمن الحماية التي دائما تتبناها هذه القوى السياسية؟ لأن الحقيقة الكل يعرف، وهذا ليس سرا، أن الكل متورط، وأعتقد الأستاذ أحمد ذكر هذه النقطة، الكل متورط في ملفات الفساد. لكن اللجان النيابية وهي مشكلة من سياسيين، كل منهم يدافع عن طرفه السياسي ويحرص على عدم المساس بهذا الطرف السياسي أو الفساد المتعلق بهذا الطرف السياسي. أذكر في عام 2010 اشتكى لي وزير الكهرباء، كان في حينها السيد كريم وحيد، أن هناك تدخلات سياسية تجبره على الذهاب باتجاهات معينة في عقود الكهرباء، لقاء كوميشنات، لقاء رشاوى، أو الحرص على إحالة العقود إلى شركات معينة من أجل أن تنهب التخصيصات ثم لا تنفذ شيء على أرض الواقع. وهذا هو السبب. يعني أستاذ محمد، أكو ممارسات للفساد والله حتى المافيات ما تسويها. يعني في عام 2006 أعتقد أو 2007 اشتروا يعني أدوات معينة للكهرباء، أنا لا أعرف هذه التسميات، وقاموا بنقلها على ظهر الشاحنات، ثم أرسلوا حماياتهم، يعني مسؤولين في وزارة الدفاع، أرسلوا حماياتهم لاستقبالها في الطريق وضربوها RPG-7 وحرقوها، في حين هم جابوا أشياء مستهلكة، يعني متروكة، أشياء مستهلكة متروكة حطوها على ظهر الشاحنات على أساس أن هي هاي المواد المتفق عليها، ضربوها RPG-7 وحرقوها وقالوا خلاص هي أتلفت، وبالتالي العقد نفذ والشركة نفذت. طبعا هذه على ذمة الوزير الدولارات بعملية. لا 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 ابدا، هذه دعوة حقيقية كانت في هيئة النزاهة. انا انتهيت من الوزير، الوزير اشتكى من تدخل جهات معينة في عمله، لكن هذه واحدة من القضايا الموجودة في هيئة النزاهة، انه يسوون عملية احتيال كبرى ويضربون الادوات اللي جابوها على ظهر الشاحنات والعقد كله ياخذون فلوسه بالاتفاق مع الشركة الفاسدة ايضا. فالفساد استاذ محمد هو الحقيقة فساد عابر بين القطاع العام والقطاع الخاص. الشركات التي تحال اليها العقود غالبا تابعة للجهات السياسية او متواطئة مع جهات سياسية.